من الذي لا ينسى؟ لا يوجد إلا جواب واحد، الله. الله جل وعلا قال في خبر الكليم موسى لما أراد فرعون أن يغير مجرى الحديث، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل وعلا علمه لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم ما كان وما يكون وما هو كائن، ولا وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عن ذاته العلية: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والخضر لما كان مع موسى في السفينة وجاء عصفور فنقر في البحر نقرتين ثم مضى، قال: يا موسى أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت، وما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في البحر. هذا مع سعة علم موسى وعلم الخضر. فالله جل وعلا وحده من يوصف بأنه لا يجهل ولا ينسى، تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذا علم العبد هذا يقع بين حالين: معصية كتبت عليه فنسيها حتى لم يبالي أن يستغفرها، فيخشى عليه أن يلقاه الله جل وعلا يوم القيامة بها، قال الله: أحصاه الله ونسوه. والحال الآخر أن من الناس من يوفق لطاعة، سواء بر والدة، بر والد، إعانة مسكين، صلاة في جوف الليل، طواف بالبيت، إلى غير ذلك مما شرع الله من الطاعات، ثم هو نفسه ينسى هذه الطاعة ولا يعد يذكرها، حتى لو جاء أحد وذكره بها ممن رآه لما تذكر. لكن الله جل وعلا لسعة رحمته وعظيم علمه يحفظها له. فأعظم ما يمكن أن يدخره الإنسان لنفسه عمل صالح يرجو أن يلقى الله جل وعلا به يوم القيامة. والقدوم على الله ليس بالأمر الهين، لكن يخفف ييسر إذا كان العبد قد ادخر في حياته لنفسه أعمالا صالحة يحفظها الله جل وعلا له، وهو يقول وقوله الحق ووعده الصدق: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيدخر العبد لنفسه أعمالا يلقى بها ربه تبارك وتعالى إذا حشر الأشهاد وقام الأشهاد وقام الناس برب العالمين.